وحبل الله تعالى هو القرآن الكريم. فكان من وسائل الثبات، أروح ندخل الموضوع تعالى، كان من وسائل الثبات باش نثبته، لازمنا وسائل، لازمنا حاجة نشدوا فيها. من وسائل الثبات على دين الله عز وجل القرآن الكريم. جماعة، حياتكم، سعادتكم، نجاتكم، فوزكم، نجاحكم، فلاحكم، مجدكم، شرفكم، عزتكم، تمكينكم في القرآن. من الاخر تفضل، القرآن الكريم اللي يحب يحيي الحياة الطيبة، يحوس على الهدوء، يحوس على الطمأنينة، يحوس على السكينة، القرآن، القرآن الكريم. شوف ربي يقول في القرآن الكريم من سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فؤاد والقلب. فالقرآن وسيلة لثبات القلب على دين الله عز وجل. والنصيحة من هذا المنبر: اقرأوا القرآن. أو ذوك لي نوضي واحد من اللي يقول لي ما نقراش، كيفاش ندير إذا ما تقراش؟ اسمع القرآن. فرسول الله عليه الصلاة والسلام، تبعونا في هذا الحديث بارك الله فيكم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، كان يقرأه، قال له: ربي أتل ما أوحي إليك من الكتاب. التلاوة القراءة، كان يقرأه، هذه واحدة. إذا ما قرأهش كان يحب أن يسمعه من غيره. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وفي هذاك الحديث الصحيح تاع عبد الله بن مسعود، جاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي، قال له: يا عبد الله بن مسعود، قال له: أقرأ علي القرآن. قال له: يا رسول الله، القرآن نقرأ عليك وربي ينزله عليك، كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ نجيب لك الحديث بالدارجة باش غير تستوعب معايا وتفهم وتدي الفائدة. كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إني أحب أن أسمعه من غيري. هني حاب نسمع القرآن هذا، حاب نسمعه من غيري، واحد آخر يقرأه وأنا أسمعه. فقرأ عبد الله بن مسعود، واش قرأ؟ قرأ من بداية سورة النساء، وهو يقرأ والنبي يسمع. عبد الله بن مسعود جاء لهذه الآية اللي نقرأها لك الآن: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قالوا النبي: حسبك. شو معنى حسبك؟ يعني حبس ما تقراش. قال: حسبك، حبس ما قراش. يقول عبد الله بن مسعود، يقول: شفت النبي لما قال لي حسبك، شفت النبي يبكي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وذاك البكاء من ماذا؟ من أثر السماع. عشان كي يسمع يتأثر، والإنسان كي يقرأ يتأثر. ولهذا القرآن لما نقرأه لا نمر عليه مر الكرام، وإنما نقرأ ونتدبر ونتمعن ونسأل ونبحث، وش نقرأ؟ المتفق عليه بلي نقرأ في كلام الله جل وعلا، كلام الله. وش معنى هذه السورة؟ وش معنى هذه الكلمة؟ ليتدبروا آياته
وليتذكر أولو الألباب. تعالوا تعالوا نقرأ. وكي تقرأ كي تقرأ القرآن أنت مأجور، عندك الحسنات، وبكل حرف لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألف لام ميم، ما نقولوش ألف لام ميم حسنة، ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. يعني إذا قلنا ألف لام ميم كم صار العدد؟ ما شاء الله. اقرأوا القرآن. وبالمناسبة اللي يقول أنا نحب ربي، نطرحوا عليه السؤال، اللي يحب ربي يقرأ كلامه ولا لا يقرأه؟ إذا قال أنا نحب الله لا يقرأ كلام الله، نقول وين عنوان المحبة؟ أنت قطعت المناجات، أنت لا تناجيه بكلامه، وين المحبة نتاعو؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة الذين كانوا يعملون به. يشفع فيك القرآن اللي راك تقرأ. شفت الصيام اللي صمته تاع 30 يوم الله يزيدك خير على خير، وست أيام تاع شوال الله يزيدك خير على خير، هذاك الصيام يجي يوم القيامة يقول له يا ربي شفعني في هذا الإنسان، راني نطلب منك الشفاعة لهذا الإنسان. القرآن القرآن يشفع في صاحبه يوم القيامة. راح نجيب لك واحد الحديث قلبك يولي قد الجامع. هذا يجي القرآن يجي صاحبه اللي كان يقرأ يقول له أما عرفتني، والله العظيم غير الحديث صحيح، يقول له أما عرفتني، ما عرفتكش، أما عرفتني ما عرفتك، يقول له أنا صاحبك أنا القرآن الكريم. اقرأوه اقرأوه. علاش؟ فهو حبل الله المتين، وهو صراطه المستقيم، وهو النور المبين، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا تنقضي عجائبه، لا يمله العلماء، لا يشبع منه الأتقياء. الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد.